الأخ العزيز الأستاذ حارث، محاولة خلط الأوراق وتصريحات ربطها هنا وهناك وموضوع الأخوة التي يحاول أن يربطها بهذا العدوان على لبنان، مع أن تصريحات الرئيس الإيراني التي حرفت وتم تضليل الناس حولها فيما يتعلق بالأخوة، وأرجو أن لا تقاطعني أخي عدنان، هذه جاءت بعبارة خاصة بالفارسية تم ترجمتها غلط 100%، عندما عاد الرئيس الإيراني من العراق وأجرى نظم مؤتمر صحفي وسئل عن العلاقات مع أمريكا، والرئيس الإيراني وأي رئيس إيراني قال ليست لدينا مشكلة مع الشعب الأمريكي لكن مشكلتنا مع النظام، وتساءل من الذي قتل، من الذي فرض عقوبات، ومن الذي فعل وفعل وفعل. بالأخير جملة بالفارسي تقول هذه الجملة إذا تترجم حرفيا تترجم بالأخوة، هو قال بي اي امريكا بايات برادري برادري خود الشراء ثابت كنت برادري يعني أخوة. الترجمة العملية يعني العملاتية خلينا نقول لهذا المثل، هذا مثل فارسي يقول على الأمريكيين أن يثبتوا حسن نيتهم، هذا واضح. ثانيا من قال أمر إيران لا تريد السلام؟ إيران تريد السلام، والحديث الذي يطلقه الرئيس الإيراني في نيويورك وفي منبر دولي ويجب أن يتحدث عن السلام. مع كل ذلك أستاذ نجاح، مع كل ذلك إيران زرعت المنطقة طائرات مسيرة، هذه التصريحات شنو شنو شنو, شنو وجه السلام اللي تريده ايران يا سيد؟ هذا اللي ارد اقول لك عليه، الجانب الدبلوماسي في محله وفي الواقع الميدان هو الذي يتحدث. يعني ما توضح لي هالقصه، شنو الجانب الدبلوماسي في محله والميدان يتحدث؟ اقول لك يعني ايران المنطقه زرعتها اذرع ومقاومه ومحور مقاومه والله اكبر، والموت لامريكا ولاسرائيل، الان يتحدث عن الاخوه. يا سيدي اكو تناقض، ليش ما نعترف بالقصه يا استاذ نجاح؟ انت تصر على الاخوه مع النظام الامريكي بينما في المفاهيم الشعبويه الاخوه مع كل الناس، نحن اخوه حتى مع اليهود، نحن اخوه بس مو الاسرائيليين، مو الصهاينة، نحن أخوة مع الشعب الأمريكي، نحن ما عندنا مشكلة مع الكيان الصهيوني، مع أستاذ هاي لغة جديدة، أستاذ نجاح هاي لغة جديدة. أخ عدنان خلك بالرجاء عن الفكرة، الأخ يتحدث عن زعيم وحراس، وهذه إساءة للشعب اللبناني الذي قاوم الكيان الصهيوني وحرر لبنان، وهو مع كل الأسف مو بس هو، يعني هاي المعلومات اللي جابها كلها ليست لها من الصحة شيء. في قضية المتطوعين اللي يذهبون وعبروا إلى معرف شنو الرئيس السوري، اليوم في تعيين الحكومة السورية الجديدة طلب منها أولى أولوياتها دعم الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. معظم السلاح الذي ذهب وهذه الصواريخ التي قصف بها الكيان الصهيوني هي صواريخ سورية وسوريا تدعم، لكن غير هم ذول جماعة النائي بالنفس تركوا سوريا فريسة للإرهاب العالمي. طيب الآن شنو أستاذ نجاح، أرجوك أستاذ نجاح، ما هي نتيجة دعم إيران لمحور المقاومة؟ سوريا انتهت، سوريا مهدمة، تحرير فلسطين، سوريا بيها بألف مشكلة، لبنان الآن على وشك الدمار، مثلا فلسطين كذلك، اليمن شنو شنو باقي باليمن يا سيدي؟ وشنو ممكن بلدنا ايضا يروح بهاي القصه يا سيدي؟ اخ عدنان لا تتباكى على بلدك، وبلدك عنده حاله حرب مع الكيان الصهيوني منذ